أحلى لقى، لقى الأحباب، أشخاص منعرفهم كمعرفة شخصية، أوقات أشخاص منعرفهم كهوية فنية. أحلى لقى بيكون معهم لما بيكون عندهم موهبة حقيقية، موهبة الصوت والغناء وموهبة العزف وموهبة الفن بشكل عام. أحلى لقى حتى سلم على ضيفنا الفنان كريم الشاعر، ومعه بيكون ختام برنامجنا لليوم. إن شاء الله يكون مسك على قلوبكم مشاهدينا من خلال إطلالة الفنان كريم الشاعر مباشرة من منزله عبر سكايب. كريم، صباح الخير. صباح النور إلي، إن شاء الله معنا لكم جميعا وعلى المشاهدين. فطر سعيد، عقبال كل سنة يا رب. إن شاء الله بنعاد علينا وعليكم بمشفى هذه الأيام، بتكون أيام أحلى. كريم، أول شيء يعني أحلى لقى، أغنية كتير حلوة، سلم، أوعى تنام وغيرها من الأغنيات، يعني تعرفوا المشاهدين والحضور والجمهور بدي أقول على كريم الشاعر. مرقت فترة وكأنه هيك كنت على جنب، مع أنه كنت دايما بحفلاتك، دايما ناشط على السوشيال ميديا، إلى أن أصدرت أغنية جديدة وإجت كل هيدي الظروف شقلبت الأمور فقاني تحتيني. قدي بتحس أنه كل ما تقدم خطوة يا كريم تجيك هيك شغلة بتوقف الكل هالمرة؟ المشكلة أنه مثل ما قلت حضرتك، هلأ الكرة الأرضية كلها معطلة فللأسف. بس المشكلة أنا نزلت الأغنية، نزلتها على اليوتيوب، بلشت فيها على اليوتيوب، صار عندنا مشاكل بلبنان، بلشت الثورات، بلشت الدولار والعملة والاقتصاد، رجعنا عم نعمل وحدة ثانية، اجتنا الكورونا، بس مش مشكلة يعني. نعم. بالنهاية بنضل نحاول، بنضل نقاتل، بنضل موجود، هذه شغلة، هي مهنتي وهذه هوايتي أصلاً، يعني ما في اشتغل شيء ثاني. كريم، قد ايه يعني الظرف اللي هلا نحن عم نمرق فيه، قاعد بالبيت، خطرت على بالك افكار كثير، افكار اغنيات، الحان، لان حضرتك بتلحن كمان، هل يعني تكونت عندك مشاريع فنيه مستقبليه لإلك او لغيرك حتى من الفنانين؟ طبعا اكيد عندي شيء ثلاث اربع اغاني لحنتهم بهالفتره. يعني انا وخيي عم نتعاون بالالحان، انا بلحن بسمعه وهو بلحن بسمعني. في عندي كذا اغنيه من مصر، كلمات وليد رزايقة، في هون من لبنان الاستاذ كمال عبيسي كمان اللي اعطاني اخر اغنيه احلى ضاع الهوى الكبير. فهيدي في عندنا كذا غنية، ان شاء الله بعد ما تهدى الامور. هلا ما حدا عم ياخذ اغاني اصلا، يعني صحيح ما حدا عم يسجل. كريم، بفترة الحجر كنت ناشط يعني على السوشيال ميديا، حفلات مباشرة كمان مع عزف على العود. أنا عندي وقت كل يوم كانت عندي طلعة لايف على صفحتي على الفيسبوك للأصحاب، بدنا نحضر، بدنا نسمع شيء، بدنا كذا، فقط أطلع. طيب نحن اليوم مش أصحابك ومشاهدي الأو تي في مش أصحابك؟ أو تي في وحضرتك وكل التلفزيون على راسي. وين العود؟ دغري. يلا بنسمع منك معزوف، من بعدها بنشوف الكليب بتخبرنا عنه اللي نزلته على اليوتيوب شانل لإلك، واكيد مثل ما كنت عم بتقول لي حصد اعجاب كثير كبير ونسبه مشاهده متقدمه. الحمد لله بلش يحصد، بس وقفنا يعني. طبعا في ترويج على قناه يوتيوب، في لها طريقه حتى نعمله اعلانات طبعا، ولكن وقفنا مع بعض، صارت مشاكل. ان شاء الله بس تهدى حنرجع نكمل الاغنيه بنتعامل نرجع. يلا هلا بس هي اغنيه بتقول شويه دراما، هي يعني بس بتضل او بتروح عادي، يعني جرحي سكت بالروح وبالقلب كاويني، بتضل او بتروح عادي، يعني جرحي سكت بالروح وبالقلب كاويني، ضاع الهوى كتير وايام حلوه كتير.
وحسابك هيكسيني، هل قد تسيبيني ضاع الهوى كتير، وأيام كتير وحسابك هيكسيني، هل قد تسيبيني إلى آخره. كريم، خبرنا الأغنية اللي رح نشوفها هلا مصورة فيديو كليب، يمكن هي لأول مرة بتمرق على تلفزيون. مظبوط، هذه أول مرة بتمرق على الأو تي في بعد اليوتيوب شانل والفيسبوك اللي نزلته عندي على صفحتي، وهذه نعم. غنيت لك بس مقطع منها صغير نعم، لحتى هلا رح شوي نسمعها يسمعوا بشكل عليه. أوضح مسجلة بالاستوديو. ذكر أوكي، هي من ألحانك، كلمات مين ومين اشتغل لك العمل؟ كلمات استاذ كمال قبيسي، والحانه وتوزيع استوديو حسام الصعبي، نعم. الموزع صديقي وحبيبي الفنان كثير حلو، اسمع الموسيقى اللي عملها. يلا نسمع سوا نحن وياكم الفنان كريم الشاعر، بنشوف الفيديو كليب. صار لك تشوف غنيتك على التلفزيون، لان انت يعني مقابلنا على اللابتوب، قدرت شفتها؟ لا ما شفتها، التلفزيون بعيد عنها. يلا هلا هلا بتحضر بالريران لشوف هيك احساسك انه اغنيتك طلعت على محطه تلفزيونيه وراح يشوفوها كل الناس. ان شاء الله حبيبي. كريم، خبرني يعني بتنام كم ساعه بالنهار بالليل؟ ما بعرف هيك حسب. يعني بنام هلا بالايام الحجر تغيرت المعادله كلها. عادة بنام 3 الصبح، حتى لو ما عندي شغل ما عندي حفلات، يعني 3 نعم. 4 ماكسيموم 4، ما بحب اسهر يطلع ضوء علي لانه بتعب. نعم. بلعب تنس بالنهار، عندي كثير نشاطات رياضية مشان اها بحب السبور، فكرمال يكون في طاقة لتاني يوم بجرب نام بكير شوي، نعم 2 3 ماكسيموم. ما تواخذني على سؤال الحشري يعني، بس بتنام على فرد مخدة؟ فرد مخدة انا ومين؟ لا عم بسألك بس لفوت، لأن في مشروع تمثيل بعمل مشترك سوري لبناني اسمه عفرد مخدي. ايه مظبوط. هلا يمكن غير اسم المسلسل، يعني هيدا هيدا مضمون السؤال، بس ما يروح فكرك لبعيد، بس بدي بعرف وصلك على العمل. عينو بعرف، لا بس انا لانه بيعرفوني مش مجوز، بنام لحالي على المسلسل. ايه شو قصة العمل المشترك اللبناني السوري مع أسماء يعني مهمين كريم؟ مظبوط، هذه الشركة نحن أسسناها، نحن كنا منتجين فيه، يعني أنا وشركائي، فحبيت أنا حبيت الفكرة إنه بدي يكون عندي شركة، عندي معدات وعندنا شركة إنتاج تمثيل، لأنه الفن ما بيتجذب والتمثيل وشغلة حلوة بتوصلني للناس. خط تجربه ثلاثيه بس، ما مش المسلسل كله، لانه احنا هو المسلسل مقسم لثلاثيات. نعم. هو ثلاثيات وثنائيات. مع اسماء مثل ما حضرتك تفضلت وقلت. فكان عندي تجربه حلوه، صعب شوي صراحه، يعني بدها شغل، بدها درس، بدها مذاكره، يعني بقول نعم. على الارض المصوري لازم تذاكر كويس، يعني نعم. التمثيل منه شغله هي حسب الدور اللي قلته، حسب شو دورك، حسب صحيح. ما فكرت تاخذ دورات؟ لان اليوم في كثير ممثلين مخضرمين عم يعطوا دورات تدريبيه للممثلين، يعني هواة او ناشئين او جايين من دومين ثاني على دومين التمثيل لتقوي حالك اكثر. مظبوط، اصلا انا صديقي بس مغني بالزمان، انا عمل لي اغنيه سلم، هو صور لي الكليب، عمل لي دوره اذا بدك، تمرنا اسبوع على التمثيل ومثلت صح وقت بتوجيهاته، لانه طبعا ممثل غير انه نجم، يعني هو دارس تمثيل وهو فنان صحيح، يعني بيعرف المهنه اساسا، فعلمني خبراته، يعني دربني وكانت حلوه، بس انا مشكلتي خلقي ضيق صراحه، يعني التمثيل بده صبر، بدك تقرا كثير، بدك تقرا الدور صح، بده يكون عندك خلق، تكون عندك طاقه، وانا بكون يعني انا راسي اكثر مغنى بس. كريم ما بيمنع انه عندي تجربه. نعم.
كريم، يعني من بعد كورونا بإذن الله كيف عم تحضر حالك لترجع هيك تكون موجود على الساحة مثل وقت انطلاقة كريم الشاعر؟ قد ايه كان في محبين وجمهور وفانز واسمك يعني لعلع ما شاء الله عليك، وبعده هيدا الرصيد يعني بوجدان اللبنانيين اللي واكبوك من انطلاقتك؟ ان شاء الله يعني بعد الكورونا، مثل ما قلت لك، قبل ما تجي كورونا وقبل ما يكون في عندنا مشاكل اقتصاديه بالبلد، بلشت ارجع. كانت هيدي ضاع الهواء انطلاقه جديده، ارجع يعني ارجع للناس باك اب هوليمون. يعني انا طارت لحتى اعمل شيء بالقليل كلاسيك مرتب. انا لو نطرني انا شو ما بعرف، يعني لاقول لك شو اللي ناطرنا ما بعرف. يعني كورونا كيف تخلص؟ كورونا ما بتخلص، ما حدا بيعرف. بدنا نتعايش معها. بدنا نتعايش معها، بده ينخلق لها دواء او فاكسان. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني ان شاء الله يا رب انه هالفيروس هيدا ينتهي او يتلاقي له حل لحتى نقدر ننزل حياتنا الطبيعيه. ما بقى فينا نكفي هيك اكيد زهق اكيد. وقاعد يعني انا ما انحجرت 100%، عم سبور وعم بسكليت، بس خايفين على اهلي. يعني انا ممكن اذا لا سمح الله لقط الفيروس ممكن انجى منه، ممكن ما بعرف. يعني ما جربنا، ما بعرف حدا، بعرف شخص واحد بالكويت انصاب فيه ونجح منه يعني. بس انا بخاف على اهلي لانه عمرهم كبير، يعني مش كبير، ممكن ياذيهم اكثر. كرمال هيك انا ضليت بالبيت خايفان عليهم. من هيك ان شاء الله التوعيه بعد كورونا. نعم، من هيك كريم التوعية ضرورية والالتزام بالإرشادات وتوصيات السلام العام كتير مهمة، لازم ناخدها على محمل الجد عن جد. يعني الكمامات ونبتعد عن أماكن الازدحام، وإذا يعني اضطرينا يكون في مسافة مينيموم متر ونص مترين بين شخص وشخص حتى نتجنب يعني انتقال عدوى كورونا فيروس، وبتجي على أشخاص بتكون مناعاتهم ضعيفة للأسف عم يعني تخسرهم حياتهم. كريم بدي أقول لك مرسي على إطلالتك اليوم، وعينيك بكير ولا أنت ما عم توعى بهالوقت؟ هلا مش وعدني بكير، وعيت لا مو اكثر شوي بس وعيت قبل بساعتين. انا عندي قلق انه عندي، بس يكون عندي شيء هيك لايف على الهواء بتكون عندي شويه قلق. ما بتقلق قبل بساعتين. ناموا فيه. يلا عندك متسع من الوقت بهيدا النهار. كيف رح بتقضي ايام عيد الفطر؟ مع الاهل مع الاصحاب، يعني من عيد بعضنا واهلي. نعم، قد ايه محظوظين فيك اهلك واصحابك كريم، انه دائما الى جانبك العود، صوتك حلو، بتعزف حلو، بتالف اغنيات، قد ايه الجو حلو معك بيكون؟ مش على طول بقول لهم مزاج اسمعوا. هن عم يتكبروا على النعمه كمان. اذا امي بدها تحضر شو مسلسل بتعزف حالي بغرفه ما في مجال. اوكي، انا فكرتك تقول لي مش دائما انت لك جاد تغني له، اتاري هن مش لهم جاد يسمعوا. ايه مزبوط. لا لا بالعكس بحبوا يسمعوني، وبي بحب الطرب كثير وبيجي بيسمعني هيدي. انا بكون عند العود بيسمعني شيء لعبله، وهبي كثير بحب الطرب القديم. ف نعم بنقعد وعندي كمان اصحاب بنقعد عندهم كمان، يعني بحبوا نقعد قعدة. انا بحب القعده يكون الناس بحبوا يسمعوني، طبعا بصير اعطي اكثر، بصير انبسط انا عم بعزف. كريم كنا حابين نسمعك اكثر، بس يعني في هيك رداءه بالاتصال نحن وياك، من هيك ما عم بطلب منك كثير تغني، بس بدي اختم معك باغنيه. بتحب تكون على ذوق والدك للموسيقار محمد عبد الوهاب ولا بتختار لنا غير شيء؟ مثل ما بدك انت قل لي. يلا انت اللي بدك اياه. بدنا نسلم على بيك وبنسمع. يعني هلا مش بتحضروا اياها بالإعادة أو على اليوتيوب. اوكي. في أغنية، آخر أغنية عملها عبد الوهاب موسيقار الأجيال، كل زماني رماني في بحر عليك ساكي وقال لي انساني، بحر عليك يا حبيبي غني، بحر عليك يا حبيبي غني، لكن في احلى ليالي سامحني، تهتي وتهتي دنيتي مني، دنيتي مني.
بين أفراحي وبين أشكالي دنيتي غير حالك تنين حالك لا شيء تاني لا شيء تاني دنيتي حبك دنيتي حبك حاجة حاسسة حاجة لامسة حاجة حاسسة لامسة شايفة لكن ولا أوصاف ولا أوصاف ولا أوصاف توصفها. مرسي لكم حبيب القلب. سلم هالصوت كريم الشاعر، ان شاء الله يعني هيك بتخلص ازمه كورونا وبيكون في لنا لقاء معك مباشر من استوديوهاتنا مع العود، بنسمع صوتك بشكل اوضح، بيكون عندنا متسع من الوقت نتعرف اكثر على اعمالك، بنستفيد من حضورك غناء وعزفا على العود، وان شاء الله بوقتها بيكون صار في عندك اصدارات غنائيه اكثر واكثر، وبتكون هيك الجعبه مليانه اغاني وجمهور ناطر يسمع صوتك الحلو كريم الشاعر. طيب يا حبيبي اوكي، ميرسي لك، وان شاء الله تنعاد عليك هون وعلى الاو تي في وعلى المشاهدين الكرام. ميرسي لك. شكرا لك الفنان كريم الشاعر، بقول لك كل عام وانت بالف خير، وبدي ارجع اقول كمان لكل المشاهدين اللي عم بيحتفلوا بعيد الفطر السعيد بلبنان وخارج لبنان، ان شاء الله بينعاد عليكم يا رب. بدي عايد اصدقاء لإلي بمنطقه السكسكيه احمد عباس وعائلته، بقول لكم فطر سعيد يا رب، ولكل الاشخاص اللي ظرف كورونا حتم عليهم يكونوا عم بيعيدوا بعاد عن اهلهم بغير بلدان، وحتى يمكن داخل البلد الواحد، بس كل واحد بمنطقه بفعل الحظر والخوف على الاخر من الاخر، كرمال هيك حفاظا على سلامه الكل فينا نحتفل بالاعياد، فينا نعايد، فينا نفرح وننبسط بابسط الامور نحن وبيتنا. الحمد لله اليوم عم نعرف قيمه هيدي التكنولوجيا، صرنا عم نقدرها اكثر، علما انه بمطرح من المطارح كنا عم نشتمها لان كانت عم تساهم بتهديم مجتمعنا، اليوم عم ناخذ منها الاشياء الضروريه الايجابيه حتى نضلنا عم نتواصل معكم مشاهدينا، مثل ما عم بصير ببرنامج يوم جديد، تحولوا كل الضيوف عبر سكايب وزوم على امل انه تنحصر موجة انتشار كورونا، نرجع لحياتنا الطبيعية، بس لنرجع لحياتنا الطبيعية بدنا نتعاون، يعني عن جد بدنا او لك نتجوز على سكايب كمان، ما بعرف اذا رح توصل لهون. طيب جازي نتجوز على سكايب، بس كيف نجيب الاولاد؟ ما بعرف، ما تورطني هلا بقصص. اوكي، كنت عم بقول انه تنقدر نتخطى يعني ونحد من انتشار كورونا بدنا نتعاون مع بعضنا، يعني نحن ما فينا قلنا شهرين ثلاثه قاعدين ببيوتنا ما عم نتحرك، ما عم نقدر نطلع برات البيت، لاشخاص خليني اقول عديمي المسؤوليه عم بينشروا هيدا الفيروس، يعملوا لوك داون للبنان كله سوا، الحمد لله هلا صار في اتجاه انهم يعملوا اقفال للمناطق يعزلوها حتى يحصروا الانتشار، يعني كفينا ندفع ضريبه على كل شيء، بدنا ندفع ضريبه عدم لمولاه المسؤولين واستهتارهم فينا وتنصيباتهم وسرقاتهم ومافياتهم وتحكمهم برقابينا بالمي والتليفون والكهرباء والموتور والدنيا كلها سوا، وبسعر صرف الدولار كمان بده يجي مواطن مثله يتحكم فينا ويقعدنا ببيوتنا لنا اكثر من 3 اشهر بس لانه هو ما بده يلبس كمامه او بس لانه مش عاجبه يعني اذا بدكم القرار من مين طالع او من اي جهه ما بايدها او معرضها الى ما هنالك، معلش بدنا نكون واعيين، بدنا نكون مواطنين مثل ما قلت لكم بالبدايه، هيدا منه وعظ، هيدا ترجي، هيدا تمني دخيل اجريكم، خلونا نلتزم حتى نخفف قد ما فينا، شفنا الفلتين شو عمل؟ مناطق معزوله بامها وابوها، ما تخلوا لبنان يصير منطقة كبيرة معزولة، أوكي؟ كفينا، بدنا نرجع نعيش حياتنا الطبيعية ونتنشأ أكسجين نظيف، التزموا بالكمامة، يعني بشكلنا ما بيمشي إلا إنه ما ندفع وننوجع، إيه اليوم صار في ضبط مخالفة على عدم ارتداء الكمامة، بيظهر إنه ما عم نفهم إلا هيك، فبدنا نلتزم، مش مقتنعين بالحكومة؟ إنه هيدا رأيكم وهيدا خياركم السياسي، بس القانون قانون واجراءات بدها تتنفذ وصحتكم بالدرجه الاولى، اهم من الوزير واهم من رئيس الحكومه واهم من الدنيا كلها، اذا مش خايفين على صحتكم نحن يا جماعه خايفين على صحتنا، فرجاء ما تخلوا هيك نوع من الاستهتار ياثر علينا
وننعدى كلنا سوا ونصير بؤرة انتشار لكورونا فيروس. لا، بدنا نضلنا نحافظ على حالنا، على بيوتنا، على عيالنا، على مناطقنا، على وطننا لبنان. على أمل أرجع أشوفكم بيوم جديد قريبا جدا. بتمنى لكم بقية نهار أحد ممتع ودافي بهالطقس العاصف والماطر يخزي العين شو شتت، يعني عوضت عن كل هالايام الشوب اللي مرقنا فيها تقريبا 8 ايام. بس اليوم بالمبدا بتنحصر هيدا المنخفض وبترجع الحراره بتصير معتدله، طقس ربيعي معتدل، وبصير في تصاعد للويك اند القادم بدرجات الحراره لنرجع نحس حالنا انه نحن بعدنا عايشين. نحن بين لحظه وثانيه رح ننتقل مباشره لسماع قداس الهي اليوم الاحد لمناسبه اليوم العالمي للاعلام. القداس ياتينا مباشره عبر طبعا النقل الخارجي من منطقه أدما. فاذا نحن بانتظار البدء القداس. الإله بقلكم كل أحد وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب قداس مقبول وتكون كل احتفالاتكم محمية بإذن الله. بكرة سحر بتلاقيكم 8:30 صباحا. أنا بدي ودعكم وبتمنى لكم دايما أوقات طيبة برفقتنا. اسمحوا لي اليوم أقول مرسي لزميل المخرج طوني نقولة، بروديوسر سيرجين فنيانوس، بدي أقول على السي جي تيريز، بدي اقول على هندسه صوت جوي، ولكل الشباب والصبايا اللي اوقات بننسى اساميكم يعطيكم الف عافيه. بدي اقول ميرسي كمان لشربل، ميرسي لسيمون باخوس، ميرسي لكل الاشخاص اللي هيك بابتسامه، ممكن بابتسامه صباحيه منخفف عنا بركي نوع من ستريس او نوع من هالضغط النفسي اللي عايشينه لعده اسباب. يعني عندنا هم الصحه، عندنا هم المعيشه، عندنا هم الدولار، عندنا هم القرارات، عندنا هم الديون، في شيء هم مش حاملينه، بس باذن الله بهيدا الايمان اللي كل واحد منا بيتحلى فيه. في ناس عندهم نسب مرتفعه اكثر، بنجرب نعدي الاخر وبنشوف وين هيدا اللي عنده نسب مرتفعه، بنروح لعنده كمان بناخذ من بعضنا حتى نضلنا واقفين على اجرينا ونكفي يا جماعه، ونقدر نطلع عليكم بكل يوم جديد، ونقدر ننام ونقوم نوعا من نومنا عم نتنفس، عم نشوف، عم نسمع، عم نلمس، عم نتحسس يعني إنسانيتنا من خلال تصرفاتنا وردات فعل الآخرين. خلينا نروح إلى فاصل إعلاني وفور بدء القداس الإلهي من وفيكم فيه مباشرة عبر شاشتنا. تضلوا بألف خير، مع تحيات إلي حوشان، إلى اللقاء.